تحياتي للجميع، وأهلا وسهلا والسلام عليكم. هلأ في عنا قبل أسابيع، قبل أشهر، صارت معك مثلا شغلة، إنه دائما مثلا لما تشتري شغلة، لما تدفع شغلة، تدفع رسوم بالجامعة، لازم يعطوك وصل، دائما أطلب يعطوك وصل، لأنه إذا صار الشغلات خربطات ما خربطات، وبتصير عندك شغلة تثبت، فرسيت أو شو الوصل لازم دائما يكون، لأنه مثلا أجا عندك حدا مثلا يقول لك لا ما دفعتش مثلا، أو إمتى راح تدفع مثلا الفيز الرسوم أو غيره، فإذا معك الوصل بتقول أنا دفعت قبل أسابيع أو قبل أشهر، يمكن يكون مضيعين مثلا. فتعال نشوف هون، شفنا في الفيديو السابق إذا بدنا نربطهم مع بعض، إنه دونجا عرفت كيف؟ معناها دو يعطي، عرفت كيف؟ بسوى كمان بالنسبة لموضوع الدفع. فأنت دفعت بالماضي، شو قبل أسابيع دفعت أو قبل أشهر، فبدنا نشوف كيف بدك تكتبها بالهندي، عرفت كيف؟ ما كتبناهاش بالإنجليزي، هلا بنكتب لكم إياها هون. فينا نكتبها هون قبل أسابيع، معناها weeks ago. شو بنقول؟ weeks ago، هاي معناها إنه بالإنجليزي إنه دفعت قبل أسابيع، أو months ago يعني إنك دفعت قبل أشهر. كويس. طب هلا خلينا نرجع لموضوعنا الهندي. فإذا بتقول هنا هفتو، لأنه هفتي معناها أسبوع واحد، أسبوع واحد هفتي، بس بالجمع هفتو من أسابيع، يعني شو عرفت كيف؟ تجمعها فبتقول هفتو معناها أسبوع أسابيع، بس لو إنه أشهر من أشهر بدك تقول شو بتقول؟ ماهينو، ماهينا هي الشهر، شهر واحد بتقول ماهينا، أي شهر إحنا فيه مثلا بتقول ماهينا، شو؟ بس بتقول بدك عدة أشهر بالجمع بصير ماهينو، كويس؟ فإذا خلينا أول واحدة هفتي، فعندك أول شيء ها، هذا حرف الهاء، كويس؟ فإن هون أول شيء نعرف استعملوا كثير حرف الهاء، بيجي وراه حرف الفاء. ها عندك حرف الفاء، وهي قريبة على حرف الكاء، هي شو قريبة على حرف الكاء؟ ها عندك حرف الفاء، طلع عليها تشبه حرف الكاء لهون، كويس؟ بس هي زي كأنها مش موصولين، بدور، كويس؟ زي بالطريقة هاي بتصير، شوف كيف زي الأتش هيك، وبتلفها بالطريقة هاي، فبصير حرف الفاء. شو بتصير؟ حرف الفاء، هف، لأنه عليها سكون، بوصلوها بالحرف اللي وراه، ت، زي الاتش، هي حرف شو؟ حرف الت، هاي الت، وأو، تو، لأنه ألف، تاء، بتحط لها ريشة بتصير تو، تاء و آ، بتحط لها ريشة بتصير تو. زي الدو شفنا بالفيديو السابق. طيب فكلها مع بعض صارت هاف تو، هاف تو، بنقول بالماضي لاست ويك بهلة، شو بقولوا عنها بهلة؟ شو بهلة أو بهلة؟ شو با، حرف البا زي بابا، كويس؟ حرف البا هذه ثلاث نقط مشددة، مش با، مش بس زي هاي، ب ب حرف الهاء مرة تانية، ب ولا حرف اللا، شو هذا حرف؟ اللي زي السهب بالعربي أو الشدة مقلوبة هيك، وإلى إيه بصير لي، ب لي يعني قبل، من قبل، هفتو بهلي، صارت هاي مع هاي، هفتو بهلي، يعني قبل أسابيع. شو هاي الوصل، كويس؟ وها عندك او بتقول ما هينو، ما هاي الحرف زي مي، بس عليها بس ما مش مي،
أنا زي ما هي الماء وهي ما هي شو قالها بس عليها هي أو مش مطول كثير ما هي ما هي هي المضبوط ما هي لا هي وإي بس أو فيك تقولها زي كسرة أحسن حتى ما هي شو لأنه بدك تشدها كثير ما هي بيسوى كمان ما هي تشدها تكون من الناحية الثانية بس عشان مش مطول الإي ما هي شو فبتحطها من هون ما هي وبيخرج معنا الحرف الأخير اللي هي النه هاي النه شفناها هون نه لوحدها بس إذا بقول نا مع الألف وأو لما هي نو كويس زي هون تو نو ما هي نو ما هي نو بهلي زي هاي نفس الشيء بنعيدها بس بتغير إنه أسابيع أو أشهر فكلها مع بعض صارت شو هفتو بهلي أو ماهينو بهلي وهذا هو درسنا لليوم شكرا على المتابعة والرجاء لايك والاشتراك ونراكم السلام.